مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. وفي هذا الخبر العاجل، بعدما اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 94 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الى غاية الساعة الرابعة من يومه الاربعاء، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي لحالة الاصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة الى 6512. واضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ماروك بون ما أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 69358 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمكنت للشفاء ولله الحمد حتى الآن وفق المصدر ذاته 3131 حالة، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 188 حالة. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المغربية بكل وطن ومسؤولية. اخواني الكرام، كما شفتوا يعني عدد حالات الشفاء ولله الحمد، ف يعني تزاد مؤخرا، وايضا هناك عدد حالات الوفيات التي توقفت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة الأخيرة. وبالتالي فإخواني الكرام، فمزيد من الحذر ومزيد من الحيطة ومزيد من الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية إخواني الكرام. فعلى أي فالحالة الوبائية بجهة سوس ماسة أيضا عرفت واحد الاستقرار، إلا أن هناك زيادة 3 حالات شفاء ليصل بذلك عدد ديال حالات الشفاء اللي تجاوز عتبة 30، ووصلت دابا تقريبا فات 32 حالة، يعني تزادت 3 الحالات. وبالتالي فالعدد وصل 35 حالة شفاء هنا بجهة سوس ماسة. وأيضا هناك مجموعة من المتغيرات، بأن هناك حالات المتبقية قربت يعني أنها تشفى كامل، وبالتالي فمدينة أكادير قربت أنها تعلن 0 حالة، وهذا الشيء اللي كنتمناه إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. إخواني الكرام، فنذكر بالحالة الوبائية بصفة عامة بالمغرب، بعدما تزادت 94 حالة مؤكدة إلى غاية الرابعة من يومه الأربعاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمغرب ككل 6512. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ماروكو أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغت 39358 حالة، وبلغت عدد الحالات التي تمثلت للشفاء 3131 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 188 حالة وفاة، الشيء الذي كيبين إخواني الكرام بأن الحالات ديال الوفاة توقفت مقارنة بالأيام السالفة. وبالتالي فهذا الشيء كيعطينا واحد البصيص الأمل بأننا إن شاء الله غادي نتجاوزوا عما قريب هذه الحالة الوبائية بالمغرب، وإن شاء الله كنتمنى الله تعالى وبركته أن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت ممكن. فمزيد من الحيطة ومزيد من الحذر إخواني الكرام، وكنتمنى من الله تعالى وبركته أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانتين يا رب. كنتمنى إن شاء الله أن الأمور تحسن أكثر خلال هذه الأيام المقبلة، وإن شاء الله هذا الشيء بطبيعة الحال بالجهد ديالكم وبالالتزام ديالكم إن شاء الله إخواني الكرام. كنتمنى أنكم تزيدوا في التلتزموا، كنتمنى أنكم تزيدوا في الحذر ديالكم، وتزيدوا أيضا في الوعي ديالكم، وتزيدوا أيضا في الالتزام ديالكم بقرارات الدولة كيفما كان نوعها، لأنه
يعني هذا الشيء في الصالح ديالنا جميعا من أجل أن نتجاوز هذه المحنة عما قريب. إخواني الكرام، فنحيي كافة الأطر الطبية على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها، والحالات ديال الشفاء اللي كتزاد هو إلا دليل على الجهود الكبيرة اللي كتقوم بها هذه الأطقم الطبية على أحسن وجه. وكنتمنى الشفاء العاجل لكافة مرضى كوفيد أينما كانوا، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، بحكم أن هناك بعض من الجالية المغربية المقيمة في الخارج اللي أيضا تصابهم الآخرين، وهم لن ننساهم بدورهم، فهم جزء منا وجزء لا يتجزأ من هذا الوطن. وكنتمنى لهم أيضا الشفاء العاجل يا رب، آمين. هذه التذكير، فعدد الحالات التي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها هي 94 حالة إصابة مؤكدة، يصل بذلك العدد الإجمالي ل 6512 بالمغرب ككل. وفي حالات الشفاء وصلت 3131، وحالة الوفاة استقرت في 188. هذه هي الأرقام إخواني الكرام، وكنتمنى من الله تعالى وبركاته أن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت ممكن. وشكرا على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركاته.